rich man in. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، برنامج 18 في حلقة خاصة ودائما بوجود الكأس الغالية، كأس ولي العهد. اليوم نخصص هذه الحلقة بوجود أبطال العميد اللي شفناهم عبر التقطيعات الخاصة، مخرجنا ما قصر للمرة الثانية في برنامجنا، وللمرة الثانية في برنامجنا عشان الناس دائما تاخذ وتحط وتعلن وتسوي في برنامجنا، يكون حاضر هذا الكأس مع الوشاح الخاص بالعميد في برنامجنا عشان اللي قص الأولى ما يقدر يقص الثانية. أمسي على كل من يتابعنا في البرنامج، وأبي أبارك للأمانة حق كل كويتاوي بفوزه بهذا الكأس الجميل، كأس سيدي ولي العهد للأمانة اللي، وأيضا أقول هارد لك لكل عرباوي قاعد يتابعنا في البرنامج. خلوني وياكم بما أن اليوم حلقة استثنائية قد تكون، وحلقة خاصة بوجود الكبات الكبار أبطال العميد، وأيضا أخونا الغالي عمر زام المنسق الإعلامي لنادي الكويت وبروضان محلل الـ18. أرحب بالجميع من البداية، خلوني من اليمين أرحب بالكابتن عمر الزام، حياك الله ويانا. الله يحييك، مسي عليك ومسي على إخوان المشاهدين، وإن شاء الله يا رب تكون حلقة حلوة. هي يعني الحمد لله الجميع فرحان ككويتاوي، يعني طبعا راح يكون فرحان بهذا الكأس الغالي، نقول الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله يا رب تكون حلقة ممتعة بإذن الرحمن. كابتن فهد الهاجري نورنا وحياك الله ويانا في 18، ونبارك لك طبعا. الله يحييك اخوي عبد الله، مساك الله بالخير، امسي على الكابتن الكبير عايد الروضان، على اخوان اللي موجودين معايا والساده المشاهدين، وان شاء الله تكون يعني حلقه ممتعه دام الكاس هذا موجود ويانا باذن الرحمن. ايضا نرحب باخونا الغالي كابتن فيصل زايد، امسي عليك في 18 ومنورنا وحياك الله. امسي عليك اخوي عبد الله، ومسي على ضيوفك الكرام وعلى اخواننا المشاهدين، حياك الله. من الجانب الاخر الكابتن عبد الله البريتشي السمي، حياك الله في 18 والف مبروك ومنورنا في 18. الله يحييك اخوي عبد الله، مسي عليك ومسي الساده المشاهدين، واحب ابارك لكل كويتاوي على هذا اللقب، وهارد لك لنادي العرب وجماهيره. حياكم الله جميعا. بروضان كابتن عايد الروضان، حياك الله في 18. الله يحييك، واليوم انت مع الكوكبه هذه من الرياضيين والابطال، ابطال العميد، واتشرف واخونا الاستاذ عمر موجود هني، واتشرف. خلاص انت اليوم تلون بالعميد اليوم. نعم، ولا كل يوم طبعا، الا العميد فرض نفسه ونجوم العميد فرضوا نفسهم، وطبعا نرحب في نجوم العميد النجوم المتلألئه في 18، ومع اخونا ابو زامل طبعا اخونا مفرح الحاسم بامر العميد. دائما النهائيات ما يحسمها الا ابو مفرح، دائما يحطونا بالحسم. ترى في موضوع ثاني، كل ضيف اليوم، كل لاعب اليوم موجود داخل الاستديو راح ينحط بسبوت. نعم. وندردش مع بعض. والفيصل زايد فيصل العميد. الله. يفصل بالأمر. وجارك. وجاري أبو سالم. تورنيدو العميد. الله. بداية أرحب بهم وأعطيهم هذا المانشيت الخاص اللي هو خاص بنجوم العميد الملكي المتلألئين في 18، واللي أقول فيه. العميد الملكي عشق تتوارثه الأجيال، جيل ماض ارتقى سلم المجد واعتلى المنصات، وجيل حاضر يعيش يعشق حصد البطولات. الله صح لسانك يا برادر، الله صح كليرك. بداية أود أن أرحب بالنجوم المتواجدين ومنهم خلف الشاشة، نعم،
نجوم العميد وأسرة العميد قاطبة وأمة العميد، نبارك لهم هذا الفوز بهذا الكأس الغالي. وبارك لك أنا بروضان، أمس يقولون عرست على بعد الملشيت على طول الاستديو يقولون يستغرب الحين أنا يعني الأمور طيبة. وبأقول لهم بداية الأمر، من يقول العميد ما يكمل حلاه، الزين كله في العميد الملكي اكتمل. يا سلام، التفاصيل عند المتلحق بإذن الله. أخوي أبو خالد بالأمس للأمانة يمكن كفى ووفى، تكلم عن لأنها حلقة استثنائية أول أمس عفوا بعد نهاية المباراة، على طول كان في 18 حلقة خاصة لهذا النهائي اللي حصل، لكن اليوم هي حلقة خاصة بوجود الكأس الغالية، بوجود الكباتن الكبار. راح نتكلم عن العميد وقبل شهر، وإن شاء الله الشهر القادم يعني ناخذ فلاش باك على هذا الفريق العريق بإنجازاته، وأيضا نتكلم عن اللاعبين، بالإضافة لكل متابع يشجع هذا النادي الكبير بإمكانه المباركة والتواصل سواء كويتاوي ولا غيره من عشاق الأندية الأخرى، وحتى نقول هارد لك للعرباوية، هذا الرقم موجود أسفل الشاشة. رحبنا بضيوفنا، يمكن كان عنوانه واضح وصريح بأن اليوم حلقة خاصة ومباركة خاصة لكل كويتاوي قاعد يتابع هذا البرنامج، ومن ضمنهم زملائي اللي قاعدين يتابعون هذا البرنامج، أبارك لكم لأن تستاهلون. وبجدارة دائما العميد هو من يدفئ كأس سمو ولي العهد، وفي هذه السنة أيضا هو خاص للعميد. دائما نرحب بالضيوف وناخذ بريك صغير، وبعدها هناك أسئلة لضيوفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن عمر نبتدي معاك، ومرورا ايضا باجابه الكباتن داخل الاستديو. نادي الكويت على غير المعتاد قبل شهر مر فتره صعبه للامانه، وشفنا هذا الهبوط وما كنا متعودين عليه والكل تكلم عنه، لكن تم التعامل معاه بطريقه منكم، وشفنا ما شاء الله بلش يلعب بطريقه اخرى. شلون قدرتوا تتعاملون مع هذا الهبوط؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أنا طلعت هنا قبل أسبوع مع أبو خالد ولد المخلف، تكلمنا وحللنا على الموضوع الدروب اللي حاش نادي الكويت، وهذا كل سنة يحوش نادي الكويت، يعني أمر متعودين عليه بشكل يعني سنوي، ولكن هالسنة يمكن شوي كان مبكر، يعني عادة يحوش شهر 2 شهر 3، ولكن هالسنة كان شوي في شهر 12. الحمد لله على كل حال، يعني صدقني إذا ما كان في ثقة في اللاعبين نفسهم، في لاعب وعارفين الامكانيات الموجوده في اللاعبين، ما كنت في يوم من الايام راح تصدق انك انت تحقق في اي بطوله. فالحمد لله رب العالمين، استمرينا، الفوز دائما يعني ياتي بعد الفوز الاخر، فوز ورا فوز، الحمد لله وصلنا الى المباراه النهائيه. يمكن صحيح ان نادي الكويت ما هو هذا مستوى اللي الجمهور يعرفه، الجمهور الكويتي كله يعرف مستوى نادي الكويت، ولكن الحمد لله رب العالمين الحصول على اللقب هذا هو الاهم، ومثل ما قلت لك الفوز دائما ياتي بعد فوز، وهذا المهم اللي انت ممكن تصعد فيه بالفريق تدريجيا. كابتن فهد كلمني عن هذا، عن هذه الجزئيه تحديدا وتجاوزكم حق هذه الفتره بشكل ملخص، واذا حاب تبلش بالمباركه ما عندي اي مشكله. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، ابارك للرئيس الفخري لنادي الكويت سيد مرزوق الغانم ورئيس النادي خالد الغانم واعضاء مجلس الاداره، ابارك للجهاز الفني والاداري والطبي واخواني اللاعبين الابطال اللي ما قصروا، ابارك الجمهور العميد
اللي دائما يعني تحملنا في ظل الضغوطات اللي عشناها في الفتره الاخيره. الحمد لله يا رب العالمين، بطوله كاس الولايات بطوله مفضله نادي الكويت في السنوات الاخيره، والحمد لله يا رب العالمين. يعني نفس ما قال اخوي عمر، حاشنا دروب، ودروب هذا جاء بدري مو نفس كالعاده، كان يحوشنا في شهر 2 أو 3، لكن هالمره حاشنا بدري. وهذا دور مجلس الاداره اللي شاف الفريق في ظل صعب جدا في بدايه الموسم، تغير الفريق، جلب محترفين، جلب لاعبين محليين، وهذا الشيء الحمد لله رب العالمين ان نادي الكويت اسره واحده. اللي قاعد يصير في نادي الكويت شغل احترافي، هذا اللي تعودنا عليه في السنوات الاخيره. مرينا فترات صعبه، لكن البطوله دائما تكون انجاز، يكون شيء لنا احنا كلاعبين ان نقدم مستوى كبير في ما تبقى من الموسم. وباذن الله ان شاء الله يعني نادي الكويت نفس ما تقول هذا تعثر وخلصنا منه الحمد لله بتحقيق بطوله غاليه، وباذن الله ان شاء الله يكون القادم افضل. عندنا مباراه مهمه يوم 3 في تصفيات المؤهل لكاس اسيا، وباذن الله ان شاء الله نادي الكويت معودكم ان شاء الله انه يكون في المراكز المتقدمه. نعم كابتن فيصل قال كل شيء خلاص. انا ببدا من حيث ما انتم اخواني عمر فهد، يمكن نادي الكويت يحوش دروب مثل ما قال اخوي عمر كل موسم، لكن بالنسبه لي انا ما اشوف دروب. يمكن نادي الكويت يتعود على مباريات بالفوز، يمكن تعادلنا مباراه اليرموك، مباراه السالميه، الناس انتقدوا مستوى الفريق. يمكن الفتره هذه انا اسميها نغره نوعيه، اللي شهر 12 لشهر 1 تغيير محترفين. انا اشوف ان شاء الله نقدر نتجاوزها الفتره الجايه، ويمكن اشوف الفتره الاخيره نادي الكويت رد مستواه فنيا وحققنا بطوله، وان شاء الله اقول بدايه الخير بطوله كاس العالم باذن الله. كابتن عبد الله نفس السيناريو، ولكن هل وجهه نظرك وخبرتك ان تقول هل هذه الفتره واللي هي تحصل دائما الشباب يقولون تصير بس يت لنا مبكر تكون مفيده يعني بهذا التوقيت تحديدا؟ والله شوف اخوي عبد الله، يعني بالتاكيد ان كل ما يعني مثلا بكرت هالسنه مثل ما قالوا اخواني اللاعبين يعني فيها فايده لنا كلاعبين. وانا اقول لك يمكن اضيف على كلامهم شوي، يمكن احنا خصوصا يمكن من شهر 12 على 1 أو 2 تقريبا خلال الاشهر هذه إيه؟ يمكن احنا كلاعبين نادي الكويت يحوشنا دروب شوي، لان يمكن احنا كلاعبين نادي الكويت اول نادي نبدا تمرين استعداد للموسم نادي الكويت، خصوصا عندنا بطولات خارجيه نشارك فيها، احنا اول نادي نبدا تمارين في نادي الكويت في الكويت عامه، صح، وممكن اخر نادي بالكويت هم ينتهي من المشاركات، ففتره الراحه اللي تكون عندنا ممكن اقل من الانديه الثانيه بكثير. يعني ممكن ريح شهر، الانديه الثانيه تريح لها شهرين او فوق الشهرين تقريبا. فاقول لك يعني ممكن الفتره هذه اللي يحوش مستوانا في ادرب يكون اللاعبين يعني مرهقين نوعا ما، يحوشنا مثلا ارهاق، واقول لك يعني تصير باحسن الانديه في العالم، يعني انديه على مستوى عالمي على الاحتراف اللي عندهم يحوشهم هالدرب هذا، فشيء طبيعي يعني ما اشوف انه في شيء. نعم عندنا تقرير ومن بعده نكمل معاكم. كان عشاق العميد يضعون أيديهم على قلوبهم قبل انطلاق بطولة كأس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، وكان قلقهم في محله. فبعد خسارة لقب السوبر أمام القادسية ومعها انتهاء موسم جمعة سعيد تقريبا، جاءت الصدمة الثانية بالتعادل مع اليرموك صاحب المركز الأخير في الدوري، ثم رحيل المدرب حسام السيد، وأخيرا الخسارة من السالمية وقبوله كشريك جديد بالصدارة. وظن الجميع أن الأبيض لم يعد كما كان، وبات من الصعب أن يحافظ على لقبه، لكن القائمين على النادي بقيادة الرئيس خالد الغانم وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري بقيادة الذهبي عادل عقلة بالتعاقد مع وليد عشرة وليد نصار، ومن بعده خطف الموهبة أحمد الزنك باحترافية عالية ليفتح معها باب الانتقالات الشتوية، ويتم التوقيع مع العراقيان أمجد عطوان وعلاء عباس، ثم كان ختامه مسكا مع البرازيلي بيسمارك. وانطلقت البطولة وظهر الفريق بشكل مغاير دون محترفين باستثناء الفرنسي عبدول سيسيكو، ليصل الكويت للموقعة الحاسمة في النهائي أمام العربي مدججا بنجومه المحليين والمحترفين. وحاول كثيرا اصطياد اللقب مبكرا، لكن البطولة أبت إلا أن تصل لركلات الترجيح، ليثبت السد المنيع حميد القلاف تفوقه بالتصدي لثلاث ركلات ترجيح، أثبت من خلال قدرته الكبيرة على التركيز والتألق. وبين هذا وذاك وبين رحيل لا
لاعب وقدوم آخر. أثبت لاعبو الأبيض المحليين شعورهم بالمسؤولية وكانوا على الموعد بعودتهم للتألق، وهنا تكمن قوة العميد الحقيقية لخطة قعدته النهاية بيده بأنه دائما على العهد بالتتويج بالبطولات، وأن المركز الأول ولا شيء غيره هو ما يسعون إليه. بروضان، نادي الكويت نادي بحافز كبير دائما، وصوله للقمة واستمراريته فيها بالسنوات اللي طافت، أنا أبي أقول يعني الوصول للقمة سهل. ولكن من الصعوبة أنك تحافظ على هذه الاستمرارية في القمة. شلون نادي الكويت بالاستراتيجية اللي قاعد يسويها يحافظ على هذه الاستمرارية في السنوات الماضية واللي قدام؟ وهذا ما هذا دور الجهاز الإداري والفني، وطبعا على رأسهم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء الزملاء الأعضاء في مجلس الإدارة. شوف في 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 يقولون إن تعرضنا إلى الدروب، هذا له أسبابه. الدروب أول شيء الضغط النفسي اللي حاش اللاعبين، خاصة المنتمين لمنتخب خليجي 24 الأزرق في خليجي 24، وما أدراك ما خليج 24، الظروف اللي حاشت المنتخب واللاعبين أعتقد السبعة والثمانية اللي كانوا منضمين لهالمنتخب حاشهم الدروب قوي. أضف إلى ذلك تدني مستوى المحترفين، وزاد الطين بلة إصابة يوسف ناصر وطلال الفاضل وسامي الصانع. بس يقول لك هذا كل سنة يصير معاهم طبعا يصير لا أو تقريبا متعودين عليه. ظروف استثنائية يعني، لولا دورة الخليج أعتقد أن العميد راح يمضي بعيدا في هذه البطولة، ولكن مع هالظروف هذه اللي صابته تماسك العميد ونهض من جديد، وشفنا مجلس الإدارة قام بواجبه، استبدل السيد حسام المدرب حسام السيد وأتى بوليدي نصار ولد النادي، وأتى بمحترفين على مستوى أمجد عطوان وعلى عباس وبسمارك، وأيضا شفنا أحمد الزنكي. وهني يجي دور الجهاز الإداري طبعا المشرف على عادل عقلة. أنا أدري عن الظروف اللي كانت، عادل عقلة كان يعاني من مشكلة شخصية ومريض كان، وأصر على أنه يخلص ملف المحترفين بالأيام هذه القليلة اللي خلاهم يشاركون في المباريات كأس ولي العهد ويحصلون عليه بالأخير. هذه الإدارة الاحترافية. احنا لما نقول العميد برجاله يعرف ان شلون ينهض من جديد، واعتقد انه ما في خوف على العميد من يطالع. سجلنا الحين شاركة السالمية، واعتقد ان العميد راح يتفوق في 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 هذه في بطولة الدوري اس تي سي وكاس الامير، ويمضي بعيدا في هذه المسابقتين ويحقق الالقاب كما عهدناه. طيب، وهذا اكبر دليل. جمعة سعيد، كابتن عمر، انا بتكلم عن تاثير هذا اللاعب خصوصا بعد اصابته وشون الفريق تاثر هجوميا، هل ممكن ان نادي الكويت يعوض جمعه سعيد؟ شوف يا عبد الله، ما في فريق بطل في العالم يتاثر في غياب لاعب. الفريق اللي يسمي نفسه بطل ما يتاثر في غياب لاعب. صحيح ان جمعه سعيد عامل مؤثر، صحيح ان جمعه سعيد قوه هجوميه، صحيح ان جمعه سعيد قوه تهديفيه، والكل يعترف في هذا الامر، وانه كان له دور كبير جدا في تحقيق البطولات الماضيه كلها، هذا ما حد يختلف فيه. ولكن كذلك في 10 لاعبين في الملعب خلاف جمعه سعيد كذلك قاعد يؤدون ادوار اللي تساعد جمعه سعيد انه يظهر في هذا المستوى، وعشرة على الدكه. تمام. احنا اليوم اذا كان الفريق يعتمد على لاعب، فاذا ما اتعاقد مع ولا لاعب، افضل على هذا اللاعب اشيل 10 والعب لاعب واحد واوفر فلوس. فهذا كلام ما هو منطقي. في 11 لاعب داخل الملعب، في مثلا كل مباراه لها افضليه، في لاعب مثلا افضل من لاعب فيها المباراه، ولكن المباراه اللي بعدها يعني تصير فيها يعني شيء يعني نسبه وتناسب، ما هو شيء يعني ثابت ان هذا اللاعب خلاص هو اللي يحسم كل شيء. جمعه سعيد مثل ما ارد واقول لاعب مؤثر ولا اهميته ولا ثقله، ولكن كذلك في 10 لاعبين في الملعب معاه هم اللي يساعدون انه يظهر في هذا المستوى. تعقيبا يا ابو تركي على كلام جمعه سعيد وما يدور عن جمعه سعيد، وانا ارد على كل من يتشدق بان جمعه سعيد هو العميد، ما عميد، بالعكس لاعبين العميد بعد اصابه جمعه سعيد وان شاء الله اتمنى له العلاج السريع تحرروا من هالمقولة هذه، وشوفوا
قدموا افضل مستويات. وعندك وانت كنت تقول قبلها، وانا اقول قبلها ولا زلت اقول فيصل زايد استعاد مستواه اللي عرفناه قبل الفيصل زايد، ابو مفرج كذلك، البريتشي صانع الاهداف الخمسه الاولى في دوري اس تي سي سابقا فيفا، تحرروا من 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 من, من مقوله جمعه سعيد وسلطه جمعه سعيد وابدعوا وان شاء الله يبدا يتواصل. نعم نعطي فرصه لفيصل تفضل. بسحب عقب على كلام ابو رضوان، يمكن جمعه سعيد ما حد يختلف علينا لاعب له ثقله بالدوري الكويتي، مو بس بنادي الكويت، يمكن بالدوري الكويتي مع نادي الكويت مع نادي السالميه. جمعة سعيد صحيح تأثر الفريق لكن مو التأثر الكامل، لكن أنا أشيد بالكابتن وليد نصار، يمكن هو اللي عاد الفيصل زايد لمستواه، يمكن وظفني توظيف أنا كنت أحتاجه من قبل. كابتن وليد نصار قاعد مع فيصل زايد قال له شنو تفضل المركز اللي تلعب فيه؟ قال أنا أفضل أن ألعبك تحت المهاجمين، يمكن المكان هذا اللي أنا مكان جمعة سعيد مو معناته أن جمعة سعيد هو اللي كان لاغي دور فيصل زايد. أنت لعبت مع حسام السيد جناح وشفنا هذا التغيير مع كابتن وليد نصار تلعب صانع ألعاب، أنت شنو اللي ترتاح له أكثر؟ لا لا كان مع الكابتن حسام السيد يمكن في أدوار ما كانت مطلوبة مني الحين مع الكابتن وليد نصار، أدوار دفاعية أدوار هجومية، التزام فقط في منطقة معينة. لا في فرق إذا أنت تلعب تحت المهاجم عندك الحرية تروح يمين تروح يسار، وفي فرق إذا أنت تلعب الخط يسارك الخط وعندك المساحة اللي طيب. اللي تدش فيها اللي تدش فيها الملعب. لكن جمعة سعيد يوم كان موجود يمكن أعطى فيصل زايد قوة في نادي الكويت، والكلام اللي يقول إن جمعة سعيد حرر فيصل زايد هذا كلام يعني برضان كلام يمكن يشوف ان كلام صحيح، لكن انا اشوف ان رمضان لك وجهه نظر، يمكن اشوف جمعة سعيد اعطى فيصل زايد حريه بالمركز فقط يعني بالمركز، لكن وجود جمعة سعيد مع فيصل زايد يعطي قوه لنادي الكويت. ممتاز. فيصل زايد وين يشوف نفسه؟ ما جاوبتني. انا اشوف ان تحت المهاجمين. تحت المهاجمين فري ستايل، فيصل زايد حطه فري ستايل، لعب حر، لا تعطيه ادوار دفاعيه، لا تعطيه ادوار دفاعيه، عطى خله ياخذ حريته ويصنع اللعب. كذلك البريتشي، البريتشي يلعب بكل مكان حتى باك شمال لعب، عطى فري ستايل، فري ستايل عن اللعب الحر. اما تقيده في مهام، انت نادي العميد تقيده في 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 في, في مهام دفاعيه، وانت قوه ضاربه. فهد ايش رايك بتعليقات بروضان مع كل اجابه فري ستايل؟ والله يا ابو تركي والله العظيم استمتع يا فهد يا ابو تركي، يقول له شغلات مقنعه بصراحه. يعني لاعبين بقيمه فيصل وبريتشي هذين نبي نشوفهم ادوار هجوميه. نعم ترى الادوار الهجوميه مهمه الحين في كره قدم، وبالذات اذا كان في لاعبين يعني على مستوى عالي يعني القيمه الفنيه، فما تحتاجهم بالدفاع. ترى ما شاء الله يعني تبارك الرحمن بريتشي وفيصل زايد ترى قدام يعني وراهم سته، يعني القيمه الفنيه للاعب تطلع وين؟ لملعب الخصم. هذا الشيء اللي نبي. نعم هذا الشيء اللي نبيه. بس يعني ترى انت مو مخلي لهم فرصه هم بعد انت ما شفت. هذا من الاشياء اللي اعقب عليه ابو رضا. طيب انتم قاعد تتكلمون عن المراكز اللي قاعد يعني فيصل جاوب، بروضان جاوب عنه قال عنه فري ستايل. كابتن عبد الله هم بعد انا او كلنا شفناك باكثر من مركز، التغيير اللي شفناه مع المنتخب، كابتن عبد الله وين يشوف نفسه بين المراكز هذه؟ حارس مرمى. لاحظت الكويتاوية دائما يمشون على نفس الإجابات. نفس أبو خالد. خالد لما نسأله سؤال أشك بنفسي إن سؤالي. عجيب. أبو خالد تبع الرئيس نفس النظام. أبو محمد بعد. لا أنا أبو محمد ما أدري. بس أبو خالد لما نسأله سؤال يعطيني إجابة نفس إجابة عبد الله. يخليني أقول والله أنا ليش سألت السؤال. أطلع فاصل. تفضل. والله شوف عبد الله يعني أنا مركزي الأساسي يعني كنت ألعب طرف يمين أو طرف يسار، هذا كمركزي الأساسي، لكن الحمد لله يمكن يعني عندي القدرة أني ألعب في كذا مركز في نادي الكويت في المنتخب أيضا، يعني لعبت بعدة مراكز، لعبت في الطرف اليمين، لعبت طرف اليسار، لعبت كلاعب ارتكاز، لعبت باك يمين باك يسار، لعبت تحت المهاجم، يعني لعبت كذا مركز. يعني اللي يطلبه مني المدرب، الدور اللي يطلبه مني المدرب احاول اني يعني انفذه بالتكتيك اللي هو يبي يعني، والحمد لله بالنهايه يعني توفيق من الله، لكن كأنا ارتاح اكثر كلاعب طرف يمين او يسار. طيب كابتن عمر انا بتكلم عن كابتن وليد نصار وهذا التغيير والتاثير اللي صار على نادي الكويت، شلون انتم شفتوه؟ يعني التغيير حصل من بنصار مسك نادي الكويت وشفناه كان واضح، كلمني عن هذا التاثير.
أول شيء يمكن بنصار ما هو غريب على يعني خلينا نقول نسبة كبيرة من اللاعبين بما أنه يعني ابن للنادي وكان مدرب في المراحل السنية، فجميع أبناء النادي يمكن اللي موجودين حاليا بالفريق أكيد يعني مروا على بنصار وهو عارفهم جيدا. كذلك في نفس الوقت لاعبين كاظمة هو تدرب مراحل سنية في نادي كاظمة، في يعني أمثال يوسف ناصر وطلال الفاضل كذلك يعني تدربوا على إيده في المراحل السنية، فما هو غريب على يعني قاعد نتكلم نسبة كبيرة جدا من اللاعبين بالفريق. نعم. أنا أعتقد المدرب الوطني يمكن من أهم الإضافات اللي يضيفها لأي فريق هي الأمور النفسية، العامل النفسي، الراحة اللي يشوفها باللاعبين داخل التدريب أو في المباراة. أعتقد هذه الإضافة اللي ممكن يعني يضيفها أي مدرب وطني. أما بالنسبة على الجانب الفني أعتقد الأمور الفنية يمكن أي واحد فني ممكن يجاوبك شنو تغير بالفريق في فترة يعني نتكلم 3 مباريات في كأس سمو ولي العهد. أعتقد الأمور الفنية ممكن يتكلمون عنها مدربين يشوفون شنو التغييرات اللي صارت بالفريق بشكل كبير جدا. إعطاء المدرب الوطني الفرصة الأغلب تكون هي فرصة وتكون ناجحة، لكن ما زلنا نتكلم إذا كان عندنا في البرنامج ولا غيره حتى في الصحف ماكو ثقة بالمدرب الوطني، رغم أن المدرب الوطني لما تعطيه الفرصة تشوف أنه ينجح فيها. صحيح. ما أدري أنا شنو يعني تصير اجتماعات مع المدربين الوطنيين أو شنو البرنامج اللي طور المدرب الوطني الخاص في لجنة المدربين في اتحاد الكويتي كرة قدم، ولكن أعتقد المدرب الوطني في يعني صايرة بالشكل هذا، إما أن أنت تسعى أنك تطور نفسك بروحك في برامجك الخاصة اللي أنت تروح تسافر لها، يعني قصدي برامج تدريبية، أو أن أنت راح تقعد مثل ما احنا نقول في الكويتي على اطمام المرحوم وعلى ما أنت نفس ما يعني نفس مكانك. فأعتقد أن وليد نصار من المدربين اللي تعب على نفسه وحضر دورات كثيرة جدا خارج الكويت وطور نفسه، أتمنى أنه يستمر وينجح ويحقق ما حقق اللي قبله. يستاهل. برضان أنت ما مو بعيد ولا غريب عليك هذا السؤال الأمانة. إحنا يعني دائما نفتح محاور خاصة بالمدرب الوطني، هذا المدرب الوطني يعني بلان بي وغيره من المصطلحات اللي انقالت، ولكن يا برضان للأمانة مدرب وطني تعطيه تكليف ينجح في هذا التكليف، فليش ما ينتسب له هذا الموضوع من الـ A to Z؟ لا أنا ماني مع يعني من الـ A to Z هذا اللي تقول عنه. المدرب الوطني ما يتعب على نفسه بشكل عام. بشكل عام طبعا في، أنا ما أقول لك لو خليت خربت، يعني في كذا مدرب صراحة على مستوى، منهم الأخ وليد نصار، ومنهم أحمد عبد الكريم، ومنهم طارق الخليفي، ومنهم هاني الصقر، ومنهم ثامر عناد. وثامر عناد في تحفظ عليه، رأيك؟ في تحفظ عليه. إيه؟ بس أنا أقول لك هالمدربين هذيلا، أما المدربين الباجين هذيلا مدربين انتخابات ومدربين صداقات ومدربين يعني كيفما اتفق على ما يقولون. المدرب الوطني اللي يتعب على نفسه أنا أعطيه وأعطيه المهمة وإن شاء الله ينجح، وكذا مدرب نجحه بهالمهمة هذه، وإن شاء الله أتمنى أن أحمد عبد الكريم ينجح في مع نادي النصر مثل ما نجح إن شاء الله وليد. وطبعا الحكم على وليد أنه جاء في هالمسابقة هذه، بس بيّن تأثير وليد على فريق نادي الكويت في المباريات، في مباراة كأس ولي العهد شفنا الكويت انتهض، اللاعبين أبدعوا، فيصل زايد على عبد الله البريتشي على فهد وجميع اللاعبين، حتى الخبيزي عطاه دوره، الشريده عطاه دوره، غنام، فهد العنزي. طيب اعاد اكتشاف على طارق كابتن على نفس الموضوع اللي قاعد نتكلم عنه، وهذا التغيير اللي حدث مع الكابتن وليد نصار. عندنا تغيير عدل، ها اوكي، راح بس نريح مخرجنا ببريك صغير وبعدها ان شاء الله نكمل محاورنا. نبي ناخذ اتصالاتنا للي يبي يشارك، للي يبي يستفسر، للي يبي يسأل ضيوفنا داخل الاستديو. باب الاتصالات مفتوح من الآن. أول متصلين سليمان الحويل، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك. في البداية أرحب حقيقة في قناة الراي، حياك الله يا أخوي.
واحنا نرحب فيك يا اخوي سليمان لانك انت من الشخصيات الكويتاويه المعروفه جدا. ابو فهد الله يسلمك ورحب بقناه الراي. حياك الله. واخص اخوي عايد الروضان على راسي ابو فهد. اللاعبين لا تنساهم. ايه حبه حبه عليه ابو روان. الريال قاعد يدش. والحقيقه انا هني العميد بشكل عام على حصوله على كاس سيدي سمو ولي العهد. والعميد حقيقه ترى مو بعيد عن البطولات، في كل مناسبه تلاقيه متواجد. الحقيقه مقدم البرنامج مختار مجموعه مميزه، ايشي بريجي وايشي هاجري وايشي بوزايد حربي. ومن يومين حقيقه بين يومين بين الشوطين مجموعه مميزه على راسه حاكم البطولات حقيقه ابو علي يعطي العافيه واخوان اللاعبين بدون استثناء. نعم حقيقه عندي سلام خاص للجندي المجهول عموري او عمر الزامل حقيقه من بعد راسي فهد المميزين واللي مجهودهم واضح حقيقه. سلام خاص للرئيس الفخري للعميد ابو علي الله يطول في عمره، واخوي حقيقه خالد الغانم اللي انا حقيقه اسمي اسطوره الرئاسه. يستاهل. لما نقول اسطوره هناك جاسم يعقوب هناك بدل مطوع، لكن بالرئاسه اجد خالد الغانم هو اسطوره الرئاسه. نعم. واعضاء مجلس الاداره زملائه، ولا انسى حقيقه العقل المدبر للفريق وخالد عسى الله يطول في عمره، والهاجري والصبيح والجهاز الفني حقيقه والجهاز الطبي. وأبارك لجماهير العميد حصولهم حقيقة على البطولة، وإن شاء الله دوم دوم ويعطيكم ألف ألف عافية. يعافيك يا أبو فهد. تشرفنا بالكلام الطيب، تشرفنا بهذه المداخلة للأمانة في هذه الحلقة الاستثنائية بوجود هذا الصوت العميد بوجود هذا الصوت الكويتاوي المعتق. ونعم أبو فهد حياك الله أخوي سليمان. يا أبو فهد اتصال ثاني منه؟ أسعد مندني حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. وعليكم السلام ورحمة. ويا زين الكاس بقناة الرأي وهو يلمع. ويا زين اللي على يسارك أبو جاكيت أسود كاريلا اللي يطفى مونكلير. حياك يا اخوي اسعد. مر عليكم الديوان ولا ما مر؟ والله مر بعد معاناة سنين يعني، مر وشرفنا صراحه نورنا. احنا لنا الشرف واحنا منتظرينك يا اخوي. مال الله هم تنورنا ان شاء الله. لي الشرف يا اخوي، لي الشرف والله. متشرف. ما يقدر قد ساوي زين هذا ال كويتاوي مال الله. تفضل يا اخوي اسعد. الله يحفظكم. انا صراحه يعني كلمة شكر والله ما توفي الرجال اللي عندك واللي بالنادي اللي صراحة دوم مفرحيننا، ويعني اللي على يمينك هذا أخوي وحبيبي عمر الزامل. الله يحفظك. كل ما سألته بشيء قال تم وتكفى طول لي الثواني. الله يرحم لي والدي. وياك تفضل يا أخوي. هذه حلقتكم هذا لكم. حلقتنا وغناتنا ونبيها اليوم حقنا بس كلنا، ما حد يدخل وياك. ترى يغار بدر الرويشد يغار. ها بدر حبيبي بدر رويشد شاعر العميد هذا بدر رويشد. الله يحفظكم كلكم. يسلمك. واسعدتونا نفس ما تعودنا عليكم من دلينا النادي هذا، واحنا مستانسين وياكم. ما يطوف موسم الا اقل شيء بطولتين ماخذين، ولله الحمد والمنه. نشكر الابطال اللي عندك، فيصل زايد، البريتشي، الحبيب حبيب الجماهير انا بسميه فهد الهاجري، اللي كل ما تقول له شيء هو اخوانه والله يقول تم وما يقصر وياك. ما يقصر. الله يحفظكم. تسلم يا اخوي. قول. انا عندي بس بختم بهالشغله هذه، هي تعتبر حق نادي الكويت، وبس اوجهها حق اللاعبين الابطال. تفضل. اقول لهم نابغه العرب الذبياني اللي يحب الروضان. اي نعم. يقول بان
بأنكم بأنك شمس والملوك كواكب. نعم. إذا طلع لم يبدو منهن يا روضان كوكب. نعم كوكب. أنت شمس والملوك كواكب. نعم نعم نعم. إن بدت لم يظهر منهن كوكب. هذا السلام. شكرا شكرا اخوي اسعد يعطيك العافيه. تسلم يا غالي. ونبي الكاس والدوري يعطيك. شكرا لك شكرا لك والله وتركي فعلا. ترى يا جماعه الهدف من هذه الحلقه ما هو اسئله واجوبه واسئله ومحاور، لا احنا قاعدين الكاس قدامنا وابطالنا موجودين، اللي يبي يبارك سؤال سؤالين ونتوكل على الله. اخف من الحلقه ما راح ابو تركي بس تعقيبا على اكمل اتصالاتي بس على السريع. دورهم في حضور الجماهير العميد في النهائي كان كبير. هدوان كويتاوي ايضا ومعاهدينك العميد بقياده اخونا بدر رويشد وقياده ابو عزوز اسعد مندني صراحه جهد جبار دائما يشكرون عليه. كفوا ووفوا دائما دائما هم من 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 نشوفهم دائما هم اللي ينجزون وهم اللي قاعد يسوون في اجتهاد مو طبيعي من ديوان كويتاوي والاخوه اللي موجودين في اعضاء هذا الديوان. اتصال اخر فارس الراجي حياك الله. الو يا هلا يا فارس. مبروك الفوز. فارس فارس كم عمرك؟ 6. كفو. منو تشجع؟ نادي الكويت. كفو ما شاء الله. شنو تبي تقول حق الكباتن داخل الاستديو؟ من اسال سؤال الاطفال، منو تحب من اللاعبين؟ عبد الله بريتي. يا سلام. شنو تقول له يا فارس هو الحين قاعد يسمعك؟ مبروك مبروك. الله يبارك فيك حبيبي. حبيبي يا فارس شكرا لك. تبي تقول شيء ثاني يا فارس؟ انا اللي جيتك يا عند نادي الكويت. عبد الله. اي عرفته فارس. عرفته عرفته. خلاص يقول انا احسن من كريستيانو. بس هذه شغله غلط فارس. شوف بعينه طبعا. ليش لا؟ حبيبي يا فارس تسلم لي مشكور على هذا الاتصال. خالد المسلم حياك الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. حياك الله. احب نسلم على الكباتن. نقول لهم مبروك. ونقول حق العميد الملكي الزعيم نادي الكويت. ألف ألف مبروك منها الأعلى إن شاء الله. يعني الكاس مو غريب عليكم. أحب أشكر اللاعبين كلهم واحد واحد بدون أي استثناء. وصلنا وصول حق الرئيس الفخري سيد مرزوق غانم. مرونا لآخر واحد نادي الكويت. بس أنا عندي سؤال بسيط على سؤال حق من يعني أخوي خالد؟ حق المجموعة الكبار اللي موجودين مشرفين اليوم. تفضل. أنا تروالي إن في كان نوع من المغامرة باللاعبين الجدة اللي جو النعم فيها. ما إحنا ما أقول إنه مو زينين بس إن خاطر فيهم وليد عشرة باللعب فيهم كونه ما في تجانس من أول لعبة يعني. واضح سؤالك. واضح سؤالك. خلص المباراة من أول شيء. نعم. بس تفاجئنا يعني نوعا ما يعني لو ممكن لاعبين بالأساسيين موجودين كان ممكن خلصت المباراة. نعم. بس إحنا الحمد لله على كل حال زين والحمد لله يعني هذه ممكن حق اللي حق المباراة الجاية تكون أحسن لأحسن تطور من أحسن لأحسن. نعم. شكرا أخوي. شكرا يا أخوي خالد ونقطتك من أول ما قلتها هي واضحة جدا. عندنا بعد اتصالات ولا نوقف؟ طيب. نوقف وبعدها راح نكمل اتصالاتنا بعد شوي. كابتن عمر تقدر ترد على السؤال الأخير اللي نسأل؟ والله شوف يعني أوضح لك بس عشان المشاهد. كابتن وليد نصار غامر بوجود المحترفين نهائي عدم وجود تجانس. شوف هو هي المباراة النهائية هي 90 دقيقة أو 120 دقيقة فالمغامرة مطلوبة. ما في فريق يدافع عشان يفوز. ممكن فريق دافع يوصلها بنتيات اوكي بس ما في فريق دافع عشان يفوز. فالمغامره كانت موجوده بالنهايه. اللاعبين معروفين، اللاعبين اسماء معروفه، امكانياتهم مستواهم الفني معروف. اتوقع يمكن حتى اللاعبين يمكن في كاس الخليج كان في احتكاك ما بينهم وما بين لاعبين منتخب العراق وفي علاقات. فما هي غريبه يعني ان اللاعبين يشاركون مع النادي. وكذلك يعني احنا لو نشوف يمكن المباراه ترى ما شارك كاساسيين ما عدا بيسمارك البرازيلي هو اللي شارك كاساسي.
اما المحترفين جدد امجد وعلاء ما كانوا موجودين بشكل اساسي يعني. فاعتقد انها ممكن مجازفه، اكيد كل مباراه فيها مجازفه، كل مدرب عنده يعني حدود في المجازفه. طيب سؤالي حق فهد اللي يمكن تطرقنا له في بدايه الحلقه، موضوع ركله الحسم، دائما نشوف كابتن فهد هو له الركله الخامسه من ركلات الجزاء. دائما ركلات الجزاء تكون حاسمه لاي فريق في العالم، ودائما هناك تكون في يعني نوعيه لاعبين تعتبر الحاسمه هي اكثر مسؤوليه هي في ركلات الجزاء، اكثر صعوبه خصوصا ان الجمهور ينطر هذه، وليش سميناها الحاسمه؟ نعم ابو تركي، ركلات الجزاء دائما تكون حاسمه، وبالذات تكون الاولى والثالثه والخامسه، هذه اصعب ثلاث ركلات يعني ينفذها اللاعب. فثقه الجهاز الفني من اعطاء فهد الهاجري الركله الخامسه في اكثر من بطوله، الحمد لله هذا توفيق من رب العالمين ودعاء الوالدين، يعني ترى شيء كبير انك تنفذ الخامسه، خصوصا يعني انا حميد اللي مسي عليه بالخير اللي ما قصر بصراحه في هذه الركلات. شعورك يعني بهذه الركله؟ هذا بصراحه هذه يعني اصعب ركله نفذتها في البطولات السابقه. يعني البطولات السابقه يعني كانت يعني كنا مسجلين وبعدين ضيعنا وكان الوضع صعب، لكن هذه البطوله بتصدي حميد ثلاث تصديات كانت صعبه جدا ننفذ هذا الشيء. زين الربع فيصل، ومن صعوبه من صعوبتها انه يواجه سليمان عبد الغفور. نعم سليمان عبد الغفور يعني حاسس كبير بوجود سليمان عبد الغفور والركله الخامسه. ايه؟ فيصل شعورك وفهد رايح حق الخامسه؟ هو اكيد خايف بصدق صراحه يعني. اي بصراحه طبعا. لا فهد بتمرين يعني كل ركله جزاء نفس الزاويه ما غيرها. اتعلم انت. اي لا في لاعبين يعني يلوع يمين يسار في شو اللي شوتها باستهتار، لكن فهد من مباراة الدور الثمانية يمكن من قبل مباراتين قبل النهائي فهد البلنتيات يعني قاعد يشوت ركلة الجزاء بتركيز مباراة للأمانة، يعني أقولها قدامه وأقولها من وراء للأمانة نفس الزاوية وتركيز بنفس الزاوية، لو أنا حارس أنا واقف قبل أشوت يعني راح أخذ الكرة كذي قبل أشوت. فأنت كان من داخلك تقول غير. أنا قاعد أقول يا رب سلمان يطب يسار، أنا عارف أنا راح أشوت هني. فكلنا ثقة فهد الهاجري، يمكن مو البطولة الأولى اللي يحسمها، حسمها اكثر من بطوله من قبل، وفهد الهاجري يعني يعتبر لاعب حاسم نادي الكويت. والله يعطيك العافيه حبيبي. يلا ابي شعورك وهو يروح يسدد الخامسه وعارفين وين بيشوت. والله شوف للامانه يعني فهد يمكن من افضل اللاعبين اللي بنادي الكويت، ويعني على مستوى الكويت كافه يعني انه من افضل مسددي ركلات الجزاء للامانه. يعني فهد وكان رايح انا كنت مرتاح، يعني انا من داخلي الحمد لله يعني كنت مرتاح لثقتي بفهد، والحمد لله يعني كان فهد قد الثقه في كل البطولات يعني سدد الخامسه، بس محظوظ هو انه ولا مره ما وصلنا الى الخامسه يروح الخامسه. زين عبد الله مهم السؤال، لما واحد يشوت ركلات ترجيحيه من يوم احنا قبل نسمع انه حظ، ركلات الحظ حظ فيها 100%، انتم كلاعبين تتدربون عليها؟ وهل في نسبه الحظ اقل من نسبه التمرين على شوتة البلنتي؟ شوف إيه ضربة الجزاء معروفة يعني نسبتها كلاعب وكحارس 50-50. الحظ يدش فيها، أقول لك يعني تقريبا الحظ، لكن مو 100% حظ. ركلة الجزاء أقول لك ممكن توصل ل 50% حظ فيها نوع من الحظ، لكن 50% أنت يعني تركيزك كلاعب كهدوءك وأنت رايح، خصوصا يعني في النهائيات العامل النفسي مهم اكيد. أيه. يعني خصوصا مثلا الجمهور والضغط الجماهيري وانت رايح بتسدد ركله الجزاء، انا اقول لك يعني يمكن انت وانت رايح تسدد ركله الجزاء تشوف الجول كنا صغر، تحس انه صغر عليك مو حجمه الطبيعي، فهذا اقول لك يعني عامل نفسي كبير، يعني العامل النفسي والتركيز يعني ايضا مطلوب بشكل كبير. نعم ولا سابقه عبد الله وقف قلوب الكويتاوي. اي والله انا اول تذكرها انا اللعب هذه لو مو متبدل كان كنعس. فاصل ورادين. رجعنا وياكم بعد الفاصل، الوقت المتبقي ان شاء الله راح ناخذ كميه اتصالات لان الناس تبي تشارك وتتواصل، وان شاء الله راح نتكلم عن الملحق دوري كأس او دوري اسيا
ومباراة ان شاء الله مسافرين السبت عدل باذن الله ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله راح تكونون مسافرين راح نتكلم عن هذا الموضوع لكن بروضان يعني يمكن بالبرنامج لما نتكلم عن جزئيه لازم نوضحها حق الناس شنو اللي قلته قبل ان نطلع حق الفاصل عن عبد الله وقف قلوب الكويتاويه نعم في ناس يعني ممكن لو مو جاي الكره هذه ممكن ناس يصير تصيبهم اشرح لي الحدث اكثر الحدث انه رايح للكره وهذه متى الموضوع نهائي كاس الامير مع كاس ولي العهد مع القادسيه اعتقد احمد الفضلي كان بالجول اي فروحت للكره ولعبها بهالطريقه هذه اللعبه بنينكا على طريقه بنينكا يعني لو احسب انها ضايعه يعني اعتقد ان معظم الكويتيه ينجلطون شوتها بكل هالبروده هذه واعتقد انه لاقى كثير من الناس اللي لاموه على 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 الوضع هذا اي والله يعني اسمع شرح عبد الله يمكن عكس بروضان والله شوف الامانه عبد الله يعني يمكن الركله هذه كانت الثانيه كانت الاولى اتوقع في راس الخطيب اللي سدتها وكانت جول يعني فرايح انا الثانيه وانا قاعد امشي يعني قبل لا اوصل لنطل كنت يعني محتار ان العبها بهالطريقه او ان العبها عادي يعني لكن من حطيت الكره قلت خلاص يعني بس ان تركيزي راح العبها بهالطريقه سميت بالرحمن فالحمد لله يعني توفقت فيها في ناس لا موفق دائما في ناس ما مساك موفق دائما سعد الصالحي حياك الله سعد صوت التلفزيون عالي عندك لا ينقطع الاتصال صار خارجي صوتك يا سعد ما هو واضح او يمكن ما كنت ما تدري انك على الهواء اتصال اللي بعده علي سعود حياك الله السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اول شيء ابارك نادي الكويت واقول لهم لكل مجتهد نصيب يعني واعتقد ان هالمواسم هذه لازم تكون من نصيب نادي الكويت لان احنا نشوفها الحين النادي المتهيئ اداريا و تدريبا ولاعبين يعني نبارك لهم الشباب وان شاء الله يعني تحقق لهم بطولات اخرى ان شاء الله جهود الشباب انا بس طبعا بديش مداخله اخوي مال الله شويه تفضل يعني انت ملاحظين احنا الجيل طبعا ذيلا مثل عيالنا انا اشوف يعني في السابق لاعبين الوطنيين لما كنا نشوف نادي الكويت نادي العربي نادي قادسيه وحتى اي نوادي الحيحي النصر التضامن كنا نشوف دوري كنا نشوف يعني لعب فن اشوف انا الحين المحترفين او بعد دخول المحترفين بالدوري الكويتي ما استفدنا شيء يعني ما قاعد نشوف كره مثل ما كنا نشوف يعني نشوف في السابق اللاعبين الوطنيين لما يلعبون وتشوف انه ياكلون الزرع يعني اي والله تشوف الهمه وتشوف يعني دول ثانيه قد تكون استفادت من المحترفين اما احنا انا ما قاعد اشوف ما في شيء يعني استفادة وبالعكس أخذوا مراكز من مراكز عيالنا اللي ممكن نشوفهم ويعطون وهذا اللي نبي يعني نبي هذا لاعبين حق المنتخب نبي لاعبين نستفيد منهم فأنت قاعد تشوف شلون يعني اللاعبين همتهم أنا يعني أخوي عايد الروضاني إذا ممكن هل ممكن الدوري الكويتي استفاد من المحترفين يعني استفدنا مثل يعني نشوف الدوري أو إن كانوا اللاعبين يعني الثمانينات والسبعينات وبداية التسعينات كنا نشوف كرة صح كنا نشوف لعب كنا نشوف حماس كنا نشوف شيء يعني حتى تحس لما تفوز بالدوري ولا الكاس تحس انك انت فعلا حققوا عيال النادي نعم شكرا لك يا اخوي علي واضحه نقطتك وان شاء الله ابو رضاني يجاوب عليها محمد حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام والرحمه معك محمد الهديه والله والنعم حبيبي محمد يصير لك على مروي ابرحب عبد الله ضيفي حبيبي هلا محمد انا احبك واتابعك حبيبي مشكور ما تقصر حبيبي يا محمد مشكور على اتصالك الله يعطيكم العافيه شو تقول لهم محمد شنو تصبحون على خير وانت من رجال خير راح ينام سكر وياي خلاص لا تفتح وياي الموضوع حبيبي محمد مشكور اتصال ثاني منو الو المشاري او مشاري 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 معك والنعم فيك يا اخوي مشاري تفضل الله يعطيكم الصحه والعافيه الله يعافيك ويسلمك اول شيء احيي ملك المانشيتات ولا يهونون الربع الموجودين ولا انت روضان حبيب الشعب كله تسلم يا مشاري
الله يسلمك. حي ضيوفك الموجودين صراحة مزايد، ولو أنها متأخرة، مبروك اللافي. الله يبارك فيك. وفهد الهاجري ملك. يا هلا مرحبا. وعبد الله بريتشي حبيب الشعب حبيب واللي صرقعنا بالبنينكا. شباب ألف مبروك، جهاز فني إداري جمهور حقيقة ما قصرتوا، هذه البداية. ضاع السوبر والله العظيم، عندنا ثقة فيكم إن الثلاثية بالطريق إن شاء الله بإذن الله. قبل الثلاثية عندكم وإحنا معاكم إن شاء الله، ملحق أبطال عافية بإذن الله تقدها إن شاء الله. شكرا لك. وانتو رجال وقدها وقدود إن شاء الله بإذن الله. مشكور يا أخوي مشاري، يعطيك العافية. منو اللي بعده؟ بدر الرويشد. نعم. حياك يا أخوي بدر. معاهدينك. مجهز ويانا. عمر أرجع لك، أبي نتكلم علشان الوقت بعد نشوف، إحنا قربنا لنهاية الحلقة. كلمنا عن جهز. يلا أرجع بس أخذ. تصل. حياك بدر. أسعد الله صباحك وصباح اللي موجودين. صباح الورد. حياك الله يا أخوي. أخوي عايد الروضان المبدع. تسلم. عمر الزامل واللاعبين المبدعين اللي فرحونا، وهذه عوايدهم ما هي غريبة عليهم، وطمعانين منهم بعد فأكثر من هذا. تستاهلون بطولات إن شاء الله، وكلنا ثقة فيهم ونجدد ثقتنا فيهم واحد واحد بإذن الله. أخوي بدر عندي مشاركة بسيطة، أحب أقول جعل من عاداك في ظلم وظلايم، مرتفع يا نادي الكويت الرياضي، أنت من زالك على القمات دايم، لا تلد العين في قال الوفاضي، في ضميري يوم سويت الجرائم، فدوت لك كل ما سويت راضي، أشهد أني بالهوى والحب حايم، أشهد أني بالهوى والحب هايم، من غلا شوفك حبيت البياضي، يا الفخر يا العز يا كبار العزايم، يا الأصل يا المجد يا حاضر وماضي، من غرامي قمت أسولف فيك نايم، وكل شيء غير حبك شيء فاضي. الله غير حب نادي الكويت ما في شيء يسوى صراحه، مع احترام لكل الانديه. صح هذا عميد. صح لسانك يا ابو ناصر. وقريبا ان شاء الله الزعيم. فاللي ما شجع نادي الكويت ما شجع نادي بحياته، يعني مع احترام لكل الانديه اللي موجوده. تجيب لنا مشاكل يا بدر. لا لا ان شاء الله هذا الوقت. ما بطلعش الجمعه. ان شاء الله مرحبا ومسهلا. شكرا لك. يا أخوي بدر يعطيك العافية، شكرا على هذه المداخلة، شكرا على الأبيات اللي قلتها، يعطيك العافية. نرجع مرة ثانية الدقائق المتبقية، عندي سؤالين ثلاثة بس. أبي كابتن عمر إن شاء الله يوم السبت القادم رايحين برحلة إلى الأردن للقاء الفيصلي الأردني إن شاء الله يوم الثلاثة، المباراة راح تكون. كلمني عن الاستعداد لملحق أبطال آسيا. يمكن انتهينا من نهائي كأس سمو لعهد قبل يومين، وحاليا ردينا للتدريبات اليوم أول يوم، وإن شاء الله بكرة كذلك. متجهين إن شاء الله السبت الصبح إلى عمان عاصمة الأردن، وإن شاء الله راح يكون في تدريب خفيف إن شاء الله يوم السبت، وكذلك الأحد والأثنين قبل المباراة راح يكون ثلاثة أيام، فإن شاء الله تكون ثلاث حصص تدريبية في الأردن، يعني إنك تتعود على الأجواء، النوم يكون أكثر راحة، كذلك يعني تأخذ على أرضية الملعب والأمور هذه، إن شاء الله يعني يكون يعني ثلاثة أيام كافية استعدادا لمباراة الفيصلي. متابعين الفيصلي بشكل جيد، اعتقد ان قبل امس او اول امس كان في بطوله تنشيطيه في الاردن وفاز فيها الفيصلي 2-0 اعتقد المباراه. متابعينه بشكل جيد، عنده استقطابات جديده من محترفين او محليين، وكذلك متابعين المحترفين الجدد اللي عنده. يعني ان شاء الله يا رب ان نتوفق في هذه المباراه وتكون من نصيب نادي الكويت. انت عارف شوي الملحق صعب جدا كطريقه وظالم لنادي الكويت، يعني قاعد تتكلم يعني كتصنيف نادي الكويت هو يعتبر الاقل مشاركه في هذا الملحق، كذلك في فريق اتوقع اخر، ان ثلاث مباريات خارج ارضك لازم تفوز فيها، فاعتقد ان الامر صعب ولكن ما هو مستحيل على رجال العميد. كل شيء سهل بالعمل وبالاجتهاد، وان شاء الله يا رب الله يقدرنا ونفرح الجمهور ان شاء الله. باذن الله. كابتن فهد انا بتكلم عن عندكم الحين محترفين وياكم ان شاء الله في الملحق، واثنينهم من العراق، انا اتكلم عنهم تحديدا، وذو قيمه هذيل اللاعبين كتعامل معاهم، خصوصا ان المحترفين تعامل اللغه موجود ومتوفر بينكم انتم الاثنين، هل هذا امر يسهل التفاهم والتجانس ويكون اسرع من اللاعب الاجنبي؟
أكيد أبو تركي، إذا تكلمنا عن المحترفين العراقيين ترى لعبنا وياهم في مواجهات سابقة في السنين اللي طافت، واجهناهم في كأس الخليج، نعرف منهم أمجد وعلاء. لا أمجد كان لاعب الشرطة ولعبنا وياه قبل تقريبا 3 شهور بشهور، فهذين اللاعبين يعطون قيمة إضافية كبيرة لنادي الكويت، ونفس ما قلت إن سهل التعامل وياهم. وبإذن الله إن شاء الله يعني الإضافات اللي شفناها لنادي الكويت في الوقت السابق اللي طاف هذا إن شاء الله تكون إضافات قوية، أنهم يحققون شيء، والمهم لنادي الكويت أنه يمثل دولة الكويت خارجيا، وهذا اللي نبحث عنه إن شاء الله. فيصل زايد، جماهير العميد اليوم قاعد يتابعون خصوصا هذه الحلقة، وجماهير العميد يبون فيصل زايد اللي دائما نعرفه، شو ترد عليهم؟ يمكن جماهير العميد احنا مقصرين معاهم الفترة الأخيرة بالدروب اللي حصل الفريق، خسارة كاس السوبر. يمكن جمهور العميد متعود على المنصات، وهذا اللي التمسته انا، يمكن كنت في الجهرة في اول سنة مع نادي الكويت، قبلها محققين الرباعية والموسم اللي طاف الثلاثية، والسنة هذه كأس الهلال. يمكن بالنسبة لهم صار شيء اعتيادي للصعود إلى المنصة، وتحقيقه يكون إنجاز لنادي الكويت، وإن شاء الله نوعدهم إن شاء الله بالبطولات الجاية تحقيقها إن شاء الله جميعا، ومحتاجين دعمهم معنا إن شاء الله. كابتن عبد الله البريتشي، نتكلم عن نهاية، خلصنا الحين يمكن ودائما هذا المعتاد باحترافية إدارة وأيضا لاعبين نادي الكويت، بأن إحنا هذا الإنجاز وخلصنا منه، نفكر دائما والأبديت يكون سريع، المرحلة القادمة تصير خلال 48 ساعة، هو يوم فرحة وبعدين العودة إلى اللي بعده والنكس اللي قاعد يصير. الحين إحنا عندنا والجماهير قاعدين يتابعونا، شنو حاب تقول خصوصا أنكم إن شاء الله مسافرين بعد يومين؟ شوف أخوي عبد الله، يمكن إحنا في نادي الكويت الإدارة بشكل عام موفرة لك كل شيء، أنت كلاعب أو كفريق أول بشكل عام كل شيء متوفر لك، بطولات الجماهير تبي منك كل البطولات. يمكن احنا لو نخفق في بطولة واحدة مثلا على سبيل المثال السوبر، مع ان السوبر يمكن اقل اهمية من كاس الامير، كاس العهد والدوري، لكن الجمهور يعاتبنا ايضا على السوبر. احنا مطالبين تحقيق جميع البطولات لانه متوفر لك كل شيء. وايضا احنا كلاعبين نادي الكويت نطمح لجميع البطولات، احنا نشوف نفسنا كافضل، كجاهزية افضل، كمجلس ادارة مو مقصر وياك بولا شيء. فلما تروح منا بطولة، تضيع بطولة منا، يمكن ما أقولك أخفقنا في هالموسم، بس إنه يعني نتحسف عليها، شن راحت منا هالبطولة هذه. يمكن ولي العهد انطوت صفحته، تركيزنا الحين على ملحق أبطال آسيا، 3 مواجهات صعبة، الفيصلي اللي بعدها، الاستغلال الإيراني اللي بعدها، ريال القطري. يمكن الملحق أصعب من المجموعة، يمكن لو تشوف المجموعة اللي مثلا لو تأهل وتوصلها اسهل من الملحق، فباذن الله ان شاء الله بعزيمه الرجال ان شاء الله قادرين ان نتخطى باذن الله الملحق هذا، وان شاء الله التأهل. ان شاء الله. بروضان، اجابتك كيف ممكن للعميد التعامل مع هذا الملحق خصوصا انه هو جربه في الموسم اللي طاف؟ والله شوف، المشكله تكمن وين؟ الاهتمام الرائع والاكثر من رائع من اداره نادي الكويت في كل ما يتطلبه اللاعبين او الاجهزه الفنيه والاداريه من الى، هذه المشكله تسبب ضغط كبير على اللاعبين. ان الاداره ما قصرت معانا بكل شيء، لازم احنا نكون قد المسؤوليه او نظهر كل ما عندنا ونخرجه، ترى هذا يسبب ضغط على اللاعبين. مشكله انت تقصدها هي سلاح ذو حدين يعني؟ اي، لان هذا اللاعبين يعيشون بضغط، يقول الاداره ما قصرت معاي باي شيء اللي من الاي تو زد، فلازم انا، وان شاء الله اللاعبين مو مقصرين، وهذا حافز حلو، هذا يعتبر نوع من الضغط، يشكل ضغط كبير على اللاعبين بانه يظهر بافضل صوره. وهذه اللي انا اقول لك يعاني منها العميد، ان 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 الاهتمام الزائد. شلون ابو رضوان؟ انا اقول يعني وضح لي اياها، انا ادري انك قاعد تمدح هالشيء، اي امدح الشيء هذا، واللاعبين يعني مثل ما تقول يخجلون من انفسهم، ان شلون احنا ما نقدم جزاء هل 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 اللي قاعد يسوونه لنا الاداره، فهذا يسبب ضغط عليهم ترى. والجماهير ما ترحم فعلا، خسروا مباراه السوبر، ترى مباراه يعني هامشيه انا اعتبرها، هي البطوله كاس الامير وسمو ولي العهد ودوري اس تي سي، هذه الرسميه.
أما كأس الاتحاد وكأس هذا السوبر هذه هامشية من مباراة واحدة يعني لا تسمن ولا تغني من جوع. ما يصير يا أبو رضان عشان خسرها الكويت تقول هامشية. لا والله ما خسرها الكويت يعني وإذا فاز. لا كان عبد الله بريتش قال لك قبل شوي. لن تضيف. خلنا بالفرحة لا لن تضيف إذا خذ الكويت لن تضيف إلى سجلها أي شيء وإن خسرها لا يفقد. تضيف بالعكس يا أبو رضان. هذا في أبو رضان إذا ما كانت تضيف لمن خذوا الرباعية قلنا خذوا الرباعية. يا أخي لا بطولة بس أن تعتبر أقل أهمية من الدوري وكأس. أقل أهمية. هي شيء ثاني اي اقل اهميه بس مو هامشي لا اقل اهميه خلوا للتنشيطيه جايبين الشامبيونز الاسيوي التنشيطيه يعني المفروض تجرب فيها محترفين وتجرب فيها لاعبين تتحرش برضان تحرش ما تحرش انا اليوم خميس والامور طيبه حلقتنا خميس ايش بتسوي والله ما عندنا حلقه لحد هذا الشيء انا اقول لك يسبب ضغط على اللاعبين يعني مثل نقول يقول لك انا بكافئ مجلس الاداره على هالشيء الاهتمام اللي صاير وان شاء الله ان هذه مرحله وتعدي وان شاء الله انا بس برد على علي سعود والله قال كلام كبير فعلا على السريع بس عشان علي سعود ان فعلا المحترفين لما قاموا يشاركون مع الانديه انهبط المستوى واثر على اللاعبين المحليين قبل المحترفين اللي كانوا يجون اللاعب المحلي يستفيد منه الحين اللي يجينا من برا يعني مو على ذيك الاضافات ولا ذيك القيمه واللاعبين اللي موجودين بالنادي وناشئين النادي افضل منهم صراحه فتشوف انت المستوى هبط بس انا متفائل جدا بالخطوات اللي تقوم فيها هيئه الرياضه بقياده صقر الملا والدكتور حمود فليطح انهم راح يعتمدون الاحتراف الكامل باذن الرحمن وهذا هو الحل باذن الرحمن ما تفضل عمر على السريع بس ما عندي وقت بس انا وصلتني رسائل تذكير المباراه يوم الثلاثاء على استاد عمان الدولي الساعه 7 بتوقيت الكويت في محاولات ان تكون قناه كويت سبورت تنقل المباراه ولكن هي على الاردنيه الرياضيه اعتقد منقوله ان شاء الله يا رب اذا في معلومات اضافيه نقدر نوصلها للجمهور باذن الرحمن ودائما انتم معاهم بالابديت باذن الله وما تقصرون كابتن عمر الزامل شكرا على حضورك اليوم سالم باك الجندي المجتهد ما ابي اقول الجندي المجهول لا انت ما مو مجهول والكل عارف اجتهادك طول عمرك الدايم مع سواء كان اعلاميا ولا مع النادي ايضا ابي اشكر الكباتن الكبار حبايب القلب للامانه اللي متواجدين اليوم تشرفت بلقائي معاهم كابتن فهد الهاجري كابتن فيصل زايد كابتن عبد الله البريتشي شكرا على حضوركم اليوم الف مبروك والقادم اجمل والقادم اقوى ان شاء الله دائما تحققون البطولات ذراع اليمين اللي دائما يقعد يساري كابتن عايد الرضوان شكرا على تواجدك اليوم الشكر موصول لحضره جنابه على اداره الحلقه المميزه وان شاء الله نشوفك من اعلى الاعلى كابتن رحله مو وبعدين بسمارك برد على امجد وعلاء نقول ما فيه كله خلص الوقت بسمارك كنا فيه من ابراهيم شهاب وصلنا الختام مبارك للعميد حصوله على هذا الكاس اللي امامنا كاس مو ولي العهد والقادم اجمل ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لهم ان شاء الله في رحلتهم القادمه لملحق ابطال اسيا والمباراة الثلاثة من نصيب العميد بإذن الرحمن مع الفيصلي الأردني نشوفكم حلقة باكر ومع السلامة.